أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. يوم 24 يناير كاين اليوم العالمي للرياضة النسوية. والشاط يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة. اليوم جيت نعرفكم عن شخصية الإدريسي. أبو عبد الله محمد الإدريسي القرطبي هو عالم وكاتب وجغرافي ورسام خرائط عربي مسلم. عمو يزيد دار أغنية نقول فيها أحلامي أكثر أكثر وطموحي أكبر أكبر. أحلامي أكثر أكثر وطموحي أكبر أكبر، يا ربي ساعدني أوصل في يوم لما أكبر. وانتم يا أحبائي إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على الزرار آراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد.